يا مرحبا بالجميع. اليوم رحلتنا ان شاء الله راح تكون من المكتب الى مرتفعات ايش يمه. ابو ماجد حبيبي كيف الحال؟ هلا. وين طالعين اليوم؟ والله ما ادري عنك بجهاد، مره مرتفعات يمه مره حيدر نبي لحين ما ندري. لا نطلع مرتفعات يمه يقولوا في مكان جديد. يلا. السلام عليكم. عيد مبارك. الله مبارك. السلام عليكم. السلام. يا سلام. هاي اللي بايرمنا. السلام عليكم. شباب ماجد. ما شاء الله هذا بالبقالات. هذا بقالة القرية شو؟ بقالة الأرياف. هاي. بس كيف يعني؟ إيش تبغى؟ إيش تبغى أنت؟ هنا مشروبك. تنادي اسم ولا لا؟ أركداشتيل. لايك يا بارك ساي فاي بيني لهم. تشكر لك صار. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه هذه مياه السبيل موجوده في كل القرى تقريبا، عباره عن مياه الثلوج بعد ما تذوب يوصلونها بصنابير زي هذه كصدقه، يعني زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه سقيا الماء. شوف الشيء هذا. شوف يا جماعه هذه حطيناها كذا عشان شرب منها. اوه والله مويه ممتاز ما شاء الله تبارك الله وبارد يا حبيبي. حبيبي مشكلة إذا طلعت وما ضربت حساب البنزين. اي والله هذا يوصل مكة مكة. شوفوا يا جماعة هذه أجواءنا دائما في الشمال التركي. وصلنا للمكان المنشود يا جماعة، شوفوا شايفين إطلالة بالله، طلعنا فوق السحاب، والله منطقة قريبة وجميلة جدا جدا جدا. صراحة جمال المنظر هذا لا يوصف. احنا عايشين في طرابزون ما نعرفين انه يمرة فيها المرتفع هذا. لا لا زيكو. على مهلك يا شيخ على مهلك، اقسم بالله لو طحنا ممكن نطلع من تحت الضباب من هناك، بس على مهلك. صراحة يا جماعة هنا نقدر نقول اللي ما جاء المنطقة هذه ما جاء الشمال التركي. شوفوا كيف. شوفوا الفخ يا شباب، شوفوا الفخ. وين الفخ؟ هذا الفخ. لا ما يتصور. كيف بالله؟ والله حتى بالأحلام ما تفكر. يا شباب أنا بغزي القوم هذولي. هذولي إخواني يا جماعة، هذا عبد الله، ريان، عبد الواس. كيف بالله يا شباب؟ والله ممتاز ممتاز. ممتاز. والله مكان لا يوصف صراحة. أنا أقول لكم اللي ما جاء المكان هذا لا يقول لي أنا جيت طرابزون وجيت عمرة وجيت مدري مين. هنا هنا يا حبيبي تتمشى، هنا تحط لك الخيمة زي الربع، ترام ربعنا هنا حاطين الخيمة والكشتة والأمور الطيبة، وهذه أحلى جلسة. دولي ربعنا هنا كاشتين ومضيفيننا. الله يجزاكم خير وكثر الله خيركم. الله يبارك فيكم. فرصة سعيدة اللي جبتونا. الله يبارك فيكم. منطقة خطيرة ما شاء الله. ما يحتاج. هذه 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 يسميها المكان السري بعد كذا. هاي. يا شيخ إن شاء الله ما يلحقنا ذا. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. لا هذا هذا معلش آسفين. الله جايك يا أبو ماجد. والله لا أجري لا أجري. هذا يبغى يلحقني، والكلب برضه موجود. ما شاء الله تبارك. لا تخافون لا تخافون لا تخافون. أترجم أنا؟ اول واحد يشرد. الله الدور عليك الدور عليك. ترى ما ينزع هذا، هذا يدور حنان. ذا كوي هامسي كوي هامسي كوي ابي بارك ايش هامسي كوي له هامسي كوي ابي هامسي كوي بس ابي نير رفرني رفرني مي افس ابي نير دسم كان يمر ما شاء الله ابي جنه جنه يمر ما شاء الله. Burayı biz bilmiyorduk ya, bura çok güzel yerler bura. Yaylası değil mi yomran bura? Bura yayla evet. Yayla. Burası güzel. Abi yağmur var. Yağmur, arbayum yağmur var. Abi Arapça, Arapça biliyorum. Şöyle. Ha, nerede Suriye, nerede? Riyad. Arabistan. Cidde, Medine, Mekke,
جوف طايف. اوه طايف الحوية. طايف طايف حوية. طايف كويس. طايف نظام. طايف ممتاز. والله يا جماعة انه الجلسة هنا ترد الروح. شوفوا بالله. شوفوا كيف. طبعا يا جماعة نهاية الرحلة الحمد لله كانت رحلة حلوة وجميلة استمتعنا فيها مع ابو ماجد مرحبا عبد الواسع واخوان الشباب والجماعة اللي كانوا معانا هنا في مرتفعات يمرة. بنحط لكم كل المواقع اللي رحناها. ادري الصوت واضح ولا لا. بنحط لكم المواقع اللي رحناها كلها ونراكم في الفلوقات الجاية ان شاء الله. تحياتي لكم. نسيت يا جماعة لا تنسوا اللايك ولا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وضغط زر التنبيه ونراكم على خير.